ولذلك هذا العلم العظيم كثر في القرآن والسنة، ولا ينبغي أن يهمش هذا العلم، ولا ينبغي أن يقلل من شانه، ولا ينبغي أن يخفف من المناهج التعليمية، فإن هذا أعظم علم يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولا يظن شخص، لأن بعض الناس يقولون أن الحديث عن الأسماء والصفات فيه مزلة أقدام وفيه مسائل معقدة، لا لا، المعقد هو علم الكلام. إذا كنت تريد أن تعرف ما يكون لله وما يمتنع عليه عن طريق علم الكلام والأقيسة التي يأتون بها، فهو معقد. يحتاج أن تعرف أولاً علم الكلام ومصطلحات علم الكلام، ثم تخوض في هذه المتاهات. أما إذا كنت تريد أن تسمع ما في القرآن وما في السنة، فهذا من أوضح الأمور. ولذلك يعني كان القرآن يدرس لصغار السن وكبارهم، لو كان فيه مزلة أفهام أو مزلة أقدام ما علم به الصغار، فصغار شباب المسلمين كانوا يحفظون القرآن، وكانوا يحضرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الصلوات وهم يسمعون هذه الآيات. فلو فيه إشكالات أو فيه شيء يؤثر على الفهم أو يحتاج إلى تأويل أهل الكلام، صار فتنة لهؤلاء. وهذا يذكرني بالذين يقولون لا تتكلمون، بعض الذين يدعون التربية المعاصرة يقولون لا تتكلمون عن النار وعذابها وجحيمها، فإن هذا فيه تخويف للشباب الصغار. وهذا جهل عظيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقرأ الآيات في الصلاة ويأمر المسلمين أن يأتوا بأطفالهم إذا بلغوا 7 سنوات ويسمعون هذه الآيات العظيمة المتعلقة بالجنة والنار والوعد والوعيد إلى غير ذلك، هل هذا ما هو منهج تربوي صحيح؟ لكنهم شياطين الإنس يريدون أن يصرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.